سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. سورة قیامت. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا. نہیں سو کھانا میں دن قیامت دی تے نہیں سو کھانا میں بہت اولا میں دین والے جی دی. بھلا گمان کردا ہے آدمی پئی اسی نہ اکٹھیاں کران گے اودیاں ہڈیاں؟ کیوں نہیں کرن جو گئے ہیں جو اسی درست کریے اودیاں انگلیاں دے پوٹے پوٹے نوں. سگوں چاہندا ہے آدمی اگے بھی جو ٹھیٹ پونا کردا رہے. پچھدا ہے کدوں اے دن قیامت دا؟ ਫਿਰ ਜਦ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਗਰਿਆਣਿਆਂ ਜਾਏਗਾ ਚੰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ. ਆਖੇਗਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਨੱਸਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਬੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਓ ਸੂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਓ ਸੂ. ਸਗੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਰ ਪਿਆਲੇ ਆਵੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ. ਹਬੀਬ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈ. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ. ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ. ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਿੜਕੀ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ. ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਹ ਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ. ਜਾਂਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੱਕ ਤੋੜੂ ਵਰਤਾਵਾ.
انج نہیں جد پہنچے گی جان حلق تک تے کوئی آکھے گا کوئی ہے چھاڑ پھونک کرن والا تے مرن والے نے جاتا پئی ضرور اے وچھوڑا اے تے جڑ گئی پنی نال پنی تیرے ربی والے اس دن ہکیا جانا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى پھر نہ سچ جاتو سو تے نہ نماز پڑھیو سو پر چٹھلایو سو تے منہ موڑیو سو پھر چلا گیا اپنے گھر نو آکڑ دا تیرا برا ہوئے پھر برا ہوئے پھر تیرا برا ہوئے پھر ہور برا ہوئے بھلا گمان کردا آدمی پائی چھٹا پھرے گا نکما پلا نہیں سی وہ ایک بوند نطفے دی چوائی جاندی پھر ایسی لہو دی پھٹکی پھر ان بنایا سو پھر درست کیتو سو پھر کر دیتو سو اس تو مرد تے عورت دا جوڑا پلا نہیں ہے ایسے دا بس چلدا اس کم اتے جو جوائے مویا نو